بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم ماده الهندسه الصناعيه. وان شاء الله النهارده هنبدا ناخد المحاضره رقم 2 الخاصه بموضوع النمذجه في منظومات الانتاج. اول حاجه بالنسبه لنا لازم نكون عارفين التعريف الخاص بموضوع النمذجه في منظومه الانتاج او منظومات الانتاج. هي بتعرف اللي هي عباره عن عمليه تمثيل وتصميم للعمليات والأنشطة المتعلقة بالإنتاج باستخدام إحدى الأدوات والتقنيات المختلفة. يعني أنت عندك إن عملية الموديلنج أو تقدر تعمل عملية الموديلنج هي بتكون تعمل إيه؟ بتعمل أنت بتبدأ تعمل ديزاين وتعمل ماثيماتيكال معينة لموضوع العمليات اللي عندك أو الأكتيفيتي الخاصة بيك بالمتعلقة بالإنتاج. الكلام ده بتستخدم بقى إحدى الأدوات، والأدوات دي بتكون أدوات مختلفة والتقنيات الحديثة تقدر تدخل الكلام ده. الهدف منه ايه؟ بتقدر تعمل الى فهم وتحليل وتحسين نظام الانتاج، وبالتالي تقدر تاخد اتخاذ القرار او تقدر تاخد قرار بناء على مين؟ بناء على عمليات التحليل والفهم للموضوع او الموديلنج اللي انت عملته، تقدر تحلله وتقدر تاخد منه قرار. طيب هناك عدة انواع من عملية الموديلنج أو عملية النمذجة المستخدمة في منظومات الإنتاج، ومن أبرزها أول حاجة هي عملية نمذجة عمليات الإنتاج. أنت عايز تبدأ تعمل عملية موديلنج للعمليات، بتركز على تصميم وتمثيل سلسلة من الخطوات والعمليات المختلفة التي يجب اتباعها لإنتاج المنتجات أو الخدمات. يبقى أول حاجة بالنسبة لنا في أنواع النمذجة هو عملية نمذجة العمليات الإنتاج. ده بتبدأ تعمل لك إيه؟ تعمل لك تصميم وتمثيل لمجموعة من الخطوات والعمليات المختلفة. الكلام ده يجب اتباعها لإنتاج المنتجات أو الخدمات الخاصة داخل المنشأة الصناعية. بنبدأ نعمل إيه؟ بنستخدم بقى مجموعة من الرموز ومجموعة من الديزاين أو رسومات معينة اللي تقدر تشوف بقى، تقدر تشوف الفلوت شارت بتاعك وتقدر تحدد التفاصيل اللازمة من الانبوت والاوتبوت، وتقدر تعمل كنترول او تقدر تتحكم في العمليه. رقم 2 بالنسبه لنا هو عمليه نمذجه النظم السيستم موديلنج. بتبدا تعمل على تصميم نموذج شامل لنظام الانتاج باكمله. يعني انت رقم 2 بالنسبه لنا في عمليه النمذجه هي نمذجه النظم. بتعمل نموذج شامل لنظام الانتاج بما في ذلك المعدات والموارد البشريه والمواد والمعلومات الخاصة في هذا النظام. بيهدف هذا النظام أو بيهدف هذا النموذج أو نوع النموذج اللي هو عبارة عن السيستم موديلنج إلى فهم التفاعلات والاعتماديات المكونات بين المكونات المختلفة. الكلام ده بيكون في تحسين أداء النظام بشكل عام. يبقى أنت عندك رقم 2 بالنسبة لنا هي عملية السيستم موديلنج، وبتعمل على تصميم نموذج شامل للإنتاج الكامل، وبتربط بقى ما بين المعدات والموارد البشرية والماتيريال والإنفورميشن بتاعت المنشأة الصناعية. رقم 3 النمذجة العمليات التفصيلية. عايزين نبدأ نعمل نمذجة للعمليات التفصيلية، أو نقدر نعمل بقى عملية السيميليشن، بنستخدم لتحليل وتقييم أداء الإنتاج أو نظام الإنتاج باستخدام نمذجة الأحداث. يتم تمثيل العمليات والتفاعلات بين المكونات بشكل أحداث منفصلة في الزمن، مما يسمح بتحليل وتقييم سيناريوهات مختلفة لتقييم وتحليل وتحسين الأداء. يبقى أنت رقم 3 بالنسبة لنا هي عبارة عن الموديلنج أو عملية السيميليشن الخاصة بالعمليات التفصيلية. رقم 4 الاستعانة بالحاسوب أو الاستعانة بالحاسب الآلي أو الكمبيوتر ايديد برودكشن موديلنج. تقدر تدخل بقى عملية الحاسب الآلي يقدر يعمل لك نمذجة للكلام ده. تعتمد على استخدام البرمجيات والأدوات الحاسب الآلي لتصميم وتحليل البيانات أو تحليل العمليات والأنشطة المتعلقة بالإنتاج. يمكن استخدام النماذج الثلاثيه الابعاد اللي هي 3 دي والمحاكاه، تعمل سيميليشن وتبدا تعمل تحليل كمي لتحسين تخطيط المصانع وتحسين ادوات او استخدام الموارد والتايم بالنسبه للانتاج. تستخدم هذه الانواع
يعني احنا خلاص عرفنا ان احنا عندنا 4 انواع تصميم. هذه الانواع من النموذجه في اي اول حاجه تحليل العمليات الحاليه، تصميم العمليات اللي هي عباره عن المستقبليه اللي انت تبدا تشتغل على الشغل اللي جاي لك بعد كده، تحسين الاداء العام بالنسبه لنظام الانتاج. العمليه الموديلنج بتبدا توفر رؤيه قائمه للمهندسين والمديرين لتحديد المشاكل، ويقدر ياخد على هذه الكلام قرارات، يقدر ياخد اتخاذ قرارات، ويمكن ان تكون نموذج اداه قويه جدا لتحسين كفاءه العمليات وتقليل التكاليف وزياده الانتاج في منظومات الانتاج. يبقى نقدر نلخص بقى تعريف بتاع النمذجه بتاعتنا هي عباره، او النمذجه في منظومات الانتاج تشير الى استخدام نماذج او ماثيماتيكال موديل او نماذج رياضيه لتمثيل وتحليل العمليات الانتاج داخل المنظومات الصناعيه او الانتاجيه. النماذج بتكون لها دور هام جدا في تحسين فهم العمليات وتحسين الاداء العام. الامثله على استخدام النمذجه في منظومات الانتاج: رقم 1 نمذجة العمليات، يمكن استخدام النماذج لتمثيل عمليات الإنتاج من البداية إلى النهاية، وتكون هذه النماذج تشمل تدفق العمليات وتخطيط الموارد وتوزيع المهام. النماذج دي بتساعدنا على تحليل وتحسين كفاءة العمليات، وتقدم توصيات لتحسين الإنتاج. نمذجة رقم 2 النمذجة الإنتاجية، يمكن استخدام النماذج لتقدير عمليات الإنتاج والتوقع باستخدام المتغيرات مثل العمالة أو الموارد الخاصة بالتكنولوجيا. تساعد هذه النماذج على إيه؟ على تحديد أفضل سيناريو وتخطيط الإنتاج بشكل عام أو بشكل أفضل. رقم 3 بالنسبة لنا هي الجودة. يمثل إنشاء نماذج فهم الجودة أو تحسين جودة المنتجات، وبيكون تضمن عمليات مثل مراقبة الجودة وتقنيات التفتيش على هذه النماذج. مفيش أي منشأة صناعية إلا ما يكون عندها سيكشن خاص أو جزء خاص بالجودة، ودايما بيسميه مهندس الجودة أو إدارة الجودة، بيكون تحتها كذا فروع بالنسبة لنا. بتساعد هذه نمذجة الجودة على تحسين وتطوير واستراتيجيات الجودة. عندك كمان هي في حاجة اسمها رقم 4، هي النموذجة الخاصة باللوجيستيك. اللوجيستيك عشان تقدر تشوف بقى إدارة المخزون وتوزيع المنتجات وتخزينها. تساعد هذه النموذجة على تحسين كفاءة مين؟ سلسلة التوريد وتقليل التكاليف. بالنسبة لنا رقم 5، أو نقدر نقول بقى عملية الصيانة، لازم يكون عندك نماذج لتطوير أو استخدام أو خطة الصيانة عشان تقدر تحدد الأوقات الصيانة الأمثل بالنسبة لك، وتساعد الكلام ده على زيادة الإنتاج وأقل هادر من الوقت. تساعد هذه النماذج على أو تساعد هذه النموذج على تجنب التوقفات الغير مخطط لها أو وتعزيز الاستدامة. يعني أنت عشان لما يحصل لك أي مشكلة بالنسبة لك تكون أنت عامل خطة لخطة الصيانة، وده بيكون في الشركات الكبيرة بيكون في خطة للصيانة عشان ما يحصلش أي توقف لعملية الإنتاج، لأن بيكون في معدات ما ينفعش اللي هي تقف أي وقت، لأن أي توقف بالنسبة لها فهي عبارة عن خسارة للمال. آخر حاجة بالنسبة لنا هي تكلفة أو نموذج التكلفة، وده بيستخدم لتقدير تكاليف الإنتاج وبيبدأ يعمل لها تحليل. النماذج دي بتساعدنا على على اتخاذ قرارات حول التكاليف وتحسين ربحية المنظومة، وباستخدام نماذج في منظومات الإنتاج بتساعد الشركات يمكن الشركات والمؤسسات في تحليل البيانات، تحسين العمليات، تطوير استراتيجيات تشغيل فعالة ومستدامة. احنا كده خلصنا الجزء الخاص بعملية النمذجة أو النماذج في منظومات الإنتاج الخاصة بالهندسة الصناعية، وإن شاء الله نلتقي في محاضرة